خداو الحوالي بالله بزاف خلوا عليهم خصهم شنو البوليس والله ما تدخلوا شنو البوليس والله ما تدخلوا يا راد الكاميو خواو شنو خواو هما اللي بايخونا قلت لهم ما نخرجش شي خليني ودار بيني ما نخرجش يا بنيتي بلا خوا هذا دايروا لي انا والله ما تدخل والله ما تدخل سي خواو المخزن والله ما تدخل سي خلعة وانا خلعة وليت ندم وليت نقول لها او اقصد مشيتي خرج انا فشل ناري يا بنيتي على فوضى دايرة وانا ريت صباح هذا مول كامل مكشوري الحوالة كلهم مالا داروا عليهم فاس فاس باش يرش عليهم بالحجر اه تما بقاو مضلين يشيروا عليهم بالحجر ايوا داروا عليهم يلا دابا نسيت اللي بغينا نشريو دابا نيت لعبت اللي بغينا نشريو هذا اللي عرفتي شحال ديال الحوالة الدولية ومرا اللي مضاربة مع هذاك الدري كتقول لي انا اللي غنديه لا انت اللي غنديه متعرفين انا عاوني تبارك الله البوليس واحد تليفون اخرى واحد ضربوا معاه انت بقاو كيصوروا وكرا وانا طالعة في السطح طلع لي الله الله ابو هادي غادي يدلو حالك ولو حيب واحد عافية مرحبا شبابات شوف مرحبا شبابات شوف على شوها قبل كورونا كل بقاو فوق من قاد ليك السابع السابع بقاو فوق والله ورا شوفي راه تما العامنا خونا باش تما باش معلفينهم معلفينهم راه اليوم بقاو فرصة شوف ماما انت انا والله كنت كانت شي حاجه كنت دخل المخزن انت انا رزقوا ماما رزقهم يبيعوا يبيعوا ثلاث ثاني غسيتو فيه وهو اللي مصر لا فين هي السلطات ديال اللي واقفين اللي كانوا كيعملوا عباد الله شوف شوف انت ماما كثيره وزادوا ما تصفوش يا هذاك مول كامل شحال محاولين شاريهم انا شي عشرة الحوالة اللي خدمت انا مساكن ما فهمتش انا مازال باقيين مضاربين وراه غيضاربوا ماما عاوتاني تجي تشوف دابا داك الشمكان ما عندهم ما يدارش حتى حولي العام الله شحال يبيعوه خايف عارف وي انا قلت لها الله ما نخرجش ولا جايب ليه شي دقة تتفرج على خاطر ولكن دابا اللي عندي مسكين باغي يشرب